النهارده كنت منتظر اكيد النادي الاهلي، طبعا عارفين ان هو بياخد الزمالك كنادي قدوه، يعني اللي نادي الزمالك بيعمله النادي الاهلي بيعمله، النادي الزمالك بيعمله النادي الاهلي بيعمله. النهارده امير مرتضى منصور، وانا هتكلم في الموضوع ده بشكل مستفيض شويه، النهارده امير مرتضى منصور عمل مؤتمر الصفقات وعرض اكتر حوالي 10 صفقات، يعني حاجه كده يعني، او 9 صفقات، لان زيزو انا حاسبه صفقه جديده، لان زيزو كان طاير منك وجدد يعني كان ماشي، ودونجا ما كانش موجود، فاعتقد اللي كانوا موجودين النهارده يعني كانوا 9. طيب زي ما الزمالك عمل النهارده صفقاته وقدم صفقاته، طلع علينا اسلام الشاطر من يومين وقال لنا ان الاهلي عمل 11 صفقه جديده، سالنا عليهم، قال لنا اسلام الشاطر ان ال 11 صفقه دول اللعيبه اللي كانوا في اجازه ورجعوا. فاتمنى النادي الاهلي يعمل مؤتمر صحفي ويقدم فيه اللعيبه اللي رجعوا من الاجازه، يعني يحط عمرو السوليه جنب الشناوي جنب حمدي فتحي جنب ياسر ابراهيم جنب عبد المنعم جنب علي معلول، يرص كده اللعيبه واللي هي راجعه من الاجازه، ويطلع يعني يعرض الصفقات الجديدة بناء على كلام إعلام الأهلي وقناة النادي الأهلي. برضو عاوز أتكلم في نقطة مهمة تاني، يعني أنا بسألكم سؤال ومنتظر بقى رد حضراتكم عليه. يعني السؤال اللي أنا عاوز أسأله، ماذا لو كان الاحتفال بتاع الحقنة أو السرنجة ده عملوا لعيب من نادي الزمالك؟ رد عليا في التعليقات، رد عليا على الفيسبوك، رد عليا على اليوتيوب، ما تردش عليا خالص وتسيبني اتكلم مع نفسي، انت حر. ولكن ماذا كان، او ماذا لو كان لاعب من الزمالك امام عاشور مثلا عمل السرنجه دي؟ اديني الحقنه بسرعه ارجوك، محتاج الجرعه. الاعلام كان عمل ايه؟ الاعلام كان عمل ايه؟ كنت تبص تلاقي احمد شوبير بالليل في القناه بتاعته جاب اللي هو مسؤول هيئه رعايه الادمان في مصر ودخله على التليفون، وايه رايك في الاحتفال اللي عمله امام عاشور؟ هل هذا ينبئ بان في خطوره على الشباب؟ هل هذا ممكن ينبئ بعدم استقرار منظومه الشباب في الشرق الاوسط؟ هل هذا له علاقه بمجلس الامن؟ هل هذا له علاقه بالامور السيكولوجيه والامور البتنجانيه؟ اكيد كنت تبص لاحمد شوبير جايب لك رئيس لجنه حقوق الانسان ومجلس الامن والامم المتحده، وكنت تبص تلاقي بقى محمد فاروق ومهيب واسلام صادق وحتحوت والجماعه دول وميدو بتاعنا، كنت تبص تلاقوا مسكوا طبله بالليل وكله قعد ايه ماسك الطبله وشغال، عشان ده لعيب من نادي الزمالك كان كله ماسك الطبله وشغال طبل طبل طول الليل وقطع في فروه امام عاشور. انما احمد عبد القادر لعيب النادي الاهلي اللي عمل احتفال السرنجه، اللي عمل احتفال السرنجه احتفالا بالدكتور بتاعه، الدكتور الجديد بتاعه، حد يتكلم؟ حد يفتح بقه؟ ابدا. ده النادي الاهلي. عرفت يالا الاحتواء؟ عرفت يالا الاحتواء اللي انت بتقعد تتكلم عليه، اللي بيقوله لك المرشد بتاعك خارج مصر علاء بسكليتة او علاء عجلة او علاء دراجة بخارية لو انت عاوز يعني تغير؟ عرفت مين اللي احتواء ومين اللي محتواءش ولا معرفتش؟ عرفت الاعلام مع مين؟ عرفت قناة اون تايم سبورت مع مين ولا معرفتش؟ ردوا عليا قولولي ماذا لو كان هذا الاحتفال امام عاشور بقى فتوح اي لعيب عمل الاحتفال ده، كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد. فده بالنسبة لي طيب كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام او المسؤول عن لجنة الحكام كان عامل اجتماع مع الحكام وكان بيتكلم معاهم وتطرق لنقطة يمكن انا اتكلمت فيها على قناة نادي الزمالك يوم ما طلعت على قناة نادي الزمالك، واعتقد انا يعني لما قعدت سمعت نفسي تاني لقيت ان انا دي اهم نقطة ان انا اتكلمت فيها، والنقطة دي انا هتمسك بيها حتى نهاية الموسم. ايه هي نقطة الاخراج اللي كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام
اتكلم في نقطة الإخراج، وقعد يتكلم ويعيد ويزيد إن الإخراج أحد أهم العناصر للعدل في الفار، وقعد بقى يتكلم كلاتنبرج مع الحكام. أنا بتوقع طول ما شخصية زي محمد نصر هذا الأهلاوي اللي قال لك أنا مش عارف بحب الأهلي عن أمي وأبويا حاجة كده يعني، أو أنا يعني الأهلي عندي أغلى من أمي وأبويا يعني، معرفش هي حاجة قريبة لكده. طول ما محمد نصر وأعوانه موجودين في الإخراج إحنا هنفضل شايفين مجاملة للأهلي، والسنة اللي فاتت شفناها كتير، شفنا اللقطات اللي كانت بتيجي من هنا واللقطات اللي كانت بتيجي من هنا والزوايا اللي كانت بتيجي من هنا والزوايا اللي كانت بتيجي من هنا. اتهرينا السنة اللي فاتت. هل السنة دي هنشوف الكلام ده ولا مش هنشوفه؟ السنة دي انا بقول للعيبة نادي الزمالك هذا اصعب موسم، والموسم ده هو الاصعب من الموسمين اللي فاتوا. يا عم محمد ده في مجلس اداره مستقر، ده في صفقات جديده، الموسمين اللي فاتوا ما كانش فيه استقرار ومجلس اداره اتحل وكان القيد مقفول ولعبنا بالشباب. دي كلها صعوبات، بس السنه دي اقسم بالله العلي العظيم منظومه الاهلي سواء بقى منظومه اداريه او منظومه اعلاميه مش هتسيبك تاخد الدوري الثالث. منظومه الاهلي مش هتسيبك تاخد الدوري التالت. ذوق، عافية، قوة، نفوذ، سلطة، اي حاجة مش هيسيبوك تاخد الدوري التالت، وانا بحذر من دلوقتي. طب ايه اللي مطلوب يا عم محمد؟ الكرة في ملعب مين؟ هل الكرة في ملعب الجماهير؟ مش قوي. هل الكرة في ملعب فريرة؟ مش قوي. امال الكرة في ملعب مين؟ الكرة في ملعب لعيبة نادي الزمالك، الكرة في ملعب ال11 لعيب او ال14 لعيب اللي بيلعبوا في المباراة بالتغييرات والكلام ده كله. عندنا 7 ماتشات نارية في بداية الدوري، وده قدرنا، ده قدرنا ان احنا ناخد السبعة الاصعب في الاول. لسه ما اكتملتش اللياقه البدنيه، لسه ما اكتملتش اللياقه الفنيه، لسه ما اكتملش الانسجام والتجانس، ولكن انا شايف ان لو لعيبه نادي الزمالك داست على نفسها شويه، ومش مهم تكسب لي بثلاثه اربعه، يعني انا راضي انك تكسب لي سموحه وسيراميكا وامبي وبيراميدز والماتشات الاولانيه دي، ال7 ماتشات دول اكسب 1-0، اكسب 1-0، يعني مش هقول لك بقى 3 و4 و10 والكلام الجميل، لا يا عم اكسب 1-0، ولكن تكسب تاخد ال3 نقاط، لان ال7 ماتشات دول لو كسبتهم انا بقول لك خلاص انت في طريقك للاحتفاظ باللقب الثالث على التوالي. اتمنى من لعيبة الزمالك انها تعي هذا الكلام ده، وانا عارف ان لعيبة الزمالك رجالة سواء اللعيبه القدامى او الجداد اللي منضمين لنادي الزمالك. فده كان كلاتنبرج والكلام المهم اللي هو قاله.